خليني كده انتقل معاكم لكواليس المران. يمكن الفريق خاض مرانا بدنيا مع طبعا مخطط الاحمال كابيلو رانجواجا، ويمكن قبل بدايه المران الكل حرص على قراءه الفاتحه زي ما حضراتكم شايفين. يعني قبل بدايه المران الكل قرا الفاتحه ودعوا ان الامور تعدي على خير، وان الامور تكون كويسه، والامور تبقى بشكل كويس احسن الفتره القادمه. فيعني نتمنى التوفيق، كل قرا الفاتحه وكل تمنى. يمكن سامي قمصان هو اللي قاد المران زي ما انتم شايفين مع كابيلو رانجواجا مخطط الاحمال، هم اللي كانوا حريصين على قياده المران. كابيلو رانجواجا من الناحيه البدنيه، وسامي قمصان طبعا كان بيقود المران. كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن اصر على الاجتماع بالجهاز الفني هو وسامي قمصان وكابيلو رانجواجا ما قبل البدايه، وكان بيتبادلوا اطراف الحديث عن بعض الامور الفنيه، يعني حريصين على ان الامور تكون افضل وافضل. يعني هطمنكم، علي لطفي مركز جدا في المران مع مصطفى شوبير مع مخلوف، يعني يانكم ميشي عامل تدريبات قويه لحراسه المرمى. طبعا علي لطفي بشكل كبير ولا يبدا، ولكن واضح التنافس واضح التركيز. نتمنى لعلي لطفي التوفيق. يعني شايفين الصوره، شايفين الصوره بتبين قد ايه تركيز علي لطفي، قد ايه حرص علي لطفي. ان شاء الله زي ما ربنا بيوفق ابو جبل مع المنتخب كبديل للشناوي، ربنا يكرم ويوفق علي لطفي كبديل للشناوي مع الاهلي. اصرار، وبص مصطفى شوبير ورا مركز ازاي. فيعني في من الملامح اصرار قوي من اللعيبه، دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. محمد هاني من اللعيبه اللي هتبقى بشكل اساسي بكره، وهتكلم معاكم على التشكيل المتوقع، واضح عليه برضو الاصرار والتركيز. دي صور يعني حصريه ما قبل المران، اثناء المران ما قبل المباراه. ده تدريب النادي الاهلي الاخير، تدريب النادي الاهلي الرئيسي والاخير اللي كان انتهى منذ يعني ساعه تقريبا ولا ساعتين ما قبل مباراه الاهلي ومونتيري المكسيكي. يعني طبعا خلاص، دي طبعا دي لقطات كده من الملعب، الملعب اللي هيحتضن المباراة. اعتقد كل الناس يمكن سامي قمصان ورامي ربيعة ومحمد محمود، ده يعني فقرة الجري حوالين الملعب، باين التركيز على اللعيبة، مفيش هزار مفيش ضحك، باين احمد عبد القادر، باين رامي ربيعة، باين سامي قمصان، هاني، كله مركز، حتى محمد محمود المستبعد كله مركز، كله مركز وكله عايز يعمل مباراة حلوة. علي معلول بطمنكم عليه اهو مركز والدنيا كويسة وحاجة محترمة. علي معلول يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى له التوفيق، مركز وان شاء الله يعمل مباراة حلوة. ما هي دي اللعيبة اللي انت محتاجها بكرة. يعني بص 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 الحاوي، حاوي عمل جلسة مع اللعيبة يمكن في فندق الإقامة. هو ده دور وليد سليمان، علشان يشد من أزر اللعيبة ويطالبهم بالتركيز ويقول لهم احنا الاهلي، الاهلي بمن حضر. هو ده الحاوي كابتن النادي الاهلي، هو ده الحاوي اساسي احتياطي بره الملعب، ده دور للحاوي. بص التركيز والاصرار حاجه جميله وحاجه محترمه. يعني نتمنى التوفيق، يمكن النادي الاهلي جاهز للمباراه والمران الاخير ان شاء الله باذن الله. يعني انا كنا متابعين للمران، الامور الحمد لله كويسه جدا، في اصرار. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يتوج بالفوز بهذه المباراه، مباراة الأهلي مع مونتير المكسيكي في السادسة والنصف مساء السبت، مباراة مذاعة على أبليكيشن وقنوات أبو ظبي الرياضية. خليني أقول لكم من متابعتي للمران كده التشكيل الأقرب للنادي الأهلي. خلينا ننفرد مع حضراتكم في ظل الغيابات. نورنا يا أستاذ طارق شاهين وأستاذ طارق النجدي. يا رب يا عالي، يا رب يا عالي، انصر الأهلي الغالي. خلينا ننفرد مع حضراتكم، المستقر ينفرد بتشكيلة النادي الأهلي لمباراة الأهلي مع مونتير المكسيكي. بشكل كبير الأقرب علي لطفي في حراسة المرمى. على اليمين كريم فؤاد، اتنين مساكين رامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم وعلي معلول. خلينا أقول لحضراتكم أنه ربما النادي الأهلي يلعب باتنين مساكين، بنتكلم في ياسر ابراهيم وبنتكلم في رامي ربيعه، ربما يكون كريم فؤاد ظهير ايمن، وربما يكون علي معلول ظهير ايسر، محمد هاني وده فكر موسيماني بيحسمه لما يكون في وسط الملعب بجوار ديانج، لما ربما يكون ظهير ايمن ويبقى كريم فؤاد هو اللي موجود. يعني ده فكر موسيماني هيحسمه، لكن في الوسط طبعا لا خلاف على ديانج، محمد مجدي قفشه،
احمد عبد القادر، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر. وممكن يبقى فيه لويس مكسيوني، ولكن ربما ناجي الطاهر محمد طاهر هو اللي بيلعب رأس حربة. ما انت ما عندكش رأس حربة صريح. تاني يبقى علي لطفي في حراسة المرمى، اتنين مساكين ياسر ابراهيم ورامي ربيعة، وربما نجد مفاجأة ان محمد هاني يلعب مساك، وارد جدا. ما انا بقول لك موسيماني بيفكر في المركز الافضل لهاني، قال لك هاني يلعب ليبرو متقدم مكان حمدي فتحي. برافو عليك يا استاذ احمد المستكاوي، ده اللي انا لسه بقوله، ان انت ممكن تلعب برامي ربيعة وجنبه ياسر ابراهيم، ويبقى محمد هاني قدامهم يغطي مع ديانج زي ما كان حمدي فتحي كده بيعمل، ليبرو متقدم. ويبقى على اليمين كريم فؤاد، وعلى اليسار علي معلول، وديانج وقفشه حسين الشحات واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ده الفكر الاقرب. وارد محمد هاني يلعب يمين، وارد يكون في تغيير، لكن انا من وجهة نظري كده هنلعب بدون راس حربة مدحت فؤاد. هنلعب بدون راس حربة، ما هيبقى طاهر محمد طاهر هو اللي بيلعب بدون راس الحربة. الاستاذ هاني الياس منورنا، المباراة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة يا استاذ هاني. شو بقى الفارق مع امريكا 7 ساعات تقريبا، فلكن هي 6:30 بتوقيت القاهرة. فزي ما انا بقول التشكيل الاقرب تاني، علي لطفي بنتكلم فيه، كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، واليو ديانج، افشة، احمد عبد القادر، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وممكن يتم استخدام لويس ميكسيوني. يعني ده التشكيل الاقرب. نتمنى للنادي الاهلي التوفيق، مباراه صعبه والامور صعبه مفيش شك، فيعني احنا بنحاول وبنتمنى وبندعو ان الامور تبقى احسن. موسيماني هيعمل مسحه او عمل مسحه نتيجتها تطلع صباح السبت، يا رب نطمن عليه، لان لو المسحه جاءت سلبيه ان شاء الله يقود الاهلي فنيا في المباراه. المسحه جاءت ايجابيه يبقى هيغيب عن قياده الفريق فنيا في المباراه ويقود الفريق فنيا سامي قمصان. سامي قمصان من الناس الرجاله المحترمه، ليه دور مهم مع الفريق، فباذن الله نتمنى له التوفيق. فاز النادي الاهلي يبقى باذن الله يلتقي مع بالميراس البرازيلي. منى ابراهيم منورانا، محمد عثمان التشكيل جاي بنسبه كبيره والباقي توفيق ربنا. طبعا مش الباقي، ده هو اول حاجه توفيق ربنا. لو سمحتوا ممكن ننهي المباراه بتعادل؟ يا ريت. لا طبعا لازم لازم لازم، عشان كده الاهلي بيتمرن على ركلات الجزاء. نورنا ابو كنزي محمد، الكل يدعي ويقول يا رب، الكل يدعي ويقول يا رب ويدوس لايك. منى ابراهيم ربنا معاهم، طارق شاهين يا رب التوفيق للنادي الاهلي. يعني نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، المباراه لازم تنتهي بنتيجه، مفيش تعادل على طول، يعني زي ما الناس بتقول لابد من فائز، مباراه يعني تنتهي بفائز ومهزوم. طيب يعني نتمنى يا رب التوفيق، يا رب الامور تكون افضل من كل شيء، والفتره اللي جايه تبقى الدنيا احسن واحسن. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي رغم الغيابات رغم الاصابات، الامور صعبه، ولكن طبعا الاهلي دائما وابدا بمن حضر، زي ما الاستاذ رياض الجبالي بيقول الاهلي بمن حضر، الاهلي بمن حضر. نتمنى يا رب التوفيق والامور تبقى افضل وافضل.